يقول سيدنا معاذ بن جبل: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات مرة في طريق، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادنوا مني، اقرب مني. يا سلام يا جماعة، والله النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ملاطفات عجيبة لأصحابه، هذا يدني منه وذلك يمسك على منكبه وذلك يقول له إني أحبك في الله. نحتاج الأخلاق هذه في تعاملنا مع الناس، الناس تحتاج إلى القلوب الرحيمة هذه في تواصلها، خصوصا من كان صاحب علو مقام أو علو جاه أو علو منصب، أو لابد أن يكون ذو تواضع مع كل الذين حوله. النبي يقول سيدنا معاذ: ادنوا مني. تخيل فرحة سيدنا معاذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب مني. تخيل لو انت قال لك النبي: ادنوا مني يا سمير، ادنوا مني يا فيصل، ادنوا مني يا محمد، ادنوا مني يا عبد الله. الله يسمعنا وياكم اياها يوم القيامة، ان لم نكرم بها في الدنيا الله لا يحرمنا وياكم اياها يوم القيامة. ويقال لك انت ويقال للجميع: ادنوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أن سيدنا رسول الله قال له: ادنوا مني. فلما دنا منه سيدنا معاذ بن جبل قال: ما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شممت في حياتي أنا رائحة أطيب من هذا الطيب على الإطلاق. إنه الطيب الرباني الذي جعله في النبي العدناني حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.